تحديث جديد لكاميرا شاومي الهايبر او اس، ولكن الان انتظر معي وشوف شو بدي اعمل عشان انت ما تقعش في المحظور والغلط. اليوم في عنا تحديث جديد وصل للكاميرا، وهذا التحديث تحديث مهم، تحديث اصلاحات وتحسين اداء الكاميرا. لو جينا على الكاميرا الموجودة معنا ضغطة طويلة، نرجع تاني ضغطة طويلة على الكاميرا، معلومات التطبيق، الكاميرا تحديث 324 على إصدار 5.3، وهذا الإصدار من ضمن الإصدارات الجديدة اللي هتكون على التحديثات اللي جاية على الهايبر او اس 2، وهتكون على كمان الأندرويد وهو الأندرويد 15. طبعا هذا التحديث أنا كان عندي بهذا الجهاز اللي أنا بشرح فيه كان عندي مشكلة. لو جيت أنا هنا في المشكلة اللي كانت موجودة في الجهاز هذا اللي موجود معي، هذا الجهاز اللي أنا بشرح عليه جهاز 13 دي برو، كان في مشكلة، والمشكلة اللي موجودة كنت لما أجي أفتح التصوير البطيء يخرج منه، عملت مسح البيانات برضو ما زبط. التحديث هذا حل المشكلة، يعني الآن التصوير البطيء شغال وتمام التم. لو جينا على التصوير البطيء مثلا هيبلش يعد يصور بطيء، لو جينا عملنا هيك حركة أي حركة هيك بسرعة عشان يتبين البطيء تبعها، وجينا أغلقنا الكاميرا ونشوف هل إنه تم التصوير وحل المشكلة، نشوف كيف الوضع. إذا هيو التصوير أمامك، انحلت المشكلة، بلش الجهاز يصور على التصوير البطيء، والتصوير البطيء شغال 100%. إذا هذا التحديث، إذا أي واحد فيكم عنده مشكلة ينزل هذا التحديث، ولكن هذا التحديث غير متاح لكل الهواتف. هذا التحديث متاح لهواتف مثلا عندنا شاومي 13 ومجموعة شاومي 13 ومجموعة شاومي 13 تي و13 تي برو، وهدول الأجهزة لهم التحديث، وكمان البوكو اف 5 بيجي عليه التحديث، وعندك شاومي 12 كمان بيجي عليه التحديث، وفي مجموعة من الأجهزة. عشان انت تجرب التحديث وتشوف التحديث بتوافق معك ولا ما بتوافق، لازم تعمل هذه الخطوات. بس قبل ما نعمل هذه الخطوات بدي اورجيك هالشغلة في الكاميرا. لو جينا على الكاميرا وطلعنا من الحركة البطيئة وجينا هنا امشي على المزيد، في عنا هنا فيلم قصير، فيلم القصير في عنا التصوير المزدوج، لأنه في ناس كتير بتدور على التصوير المزدوج في هذا المكان. في عنا هنا فيديو قصير لمدة 15 ثانية، هذا في عنا هنا فلوجات في هذا المكان، هذه كلها فلوجات والتصوير المزدوج والفيديو القصير. هذا المكان الضغطة هذه فيها المسودات، إذا أنت عندك مسودات من الفلوجات في هذا المكان بتلاقيها. في إعداد عنا في الكاميرا لازم انت تعرفه، لو جيت على الصورة وسحبت زي هيك في اعداد الكاميرا الموجود معك، في هنا موجود لقطات متتالية، هذه اللقطات المتتالية لو ضغطنا عليها هيك بقولك عدد الصور قديش بدك صور والفاصل بين الصورة والصورة. مثلا انا بدي هنا مثلا 10 صور وكل مثلا 2 ثانية يعمل صورة. لو جينا نفذنا بلش الان كل ثانيتين هيعمل صورة، كل ثانيتين هيعمل صورة، كل ثانيتين هيعمل صورة. شايف كيف؟ هذه يعني ميزة موجودة في كاميرا شاومي، سواء التحديث هذا أو التحديث الـ MIUI كله موجود في قصة أنه أنا أقدر أصور صور بفاصل معين. هاي هيبلش يصور، هاي بعد فوق هيبلش يصور 10 صور ويخلص، هاي يخلص تقريبا هيك على العاشرة، صور 10 صور زي ما أنت طلبت بمدة فاصل زمنية 2 ثانية. الآن أنا بدي أجيب لك طريقة التثبيت، طريقة التثبيت الصحيحة. هتيجي على جوجل بلاي، وعلى جوجل بلاي تيجي تنزل هذا التطبيق ABK، هذا دائما تخليه موجود عندك، ABK Analyzer، هذا التطبيق لازم يضل عندك. ليش؟ لأنه هذا التطبيق بدي يخليك تعمل عملية تأخذ التحديث اللي يكون عندك عشان ما تخسرش التحديث السابق. بعدك نيجي نعمل فتح، احنا نعمل تحديث ايش؟ تحديث الكاميرا، هنعمل تخطي، نيجي على المكان هذا على السيرش، نكتب هنا الكاميرا الموجودة عندنا، نضغط هنا ونقول اكسبورت ABK، استخراج بنظام ABK، هي الكاميرا استخرجناها. بعد ما نستخرج الكاميرا بنظام ABK اللي موجودة عندنا، هنيجي الآن ننزل التحديث اللي أنا حط لك إياه في صندوق الوصف وفي قناة التليجرام وتنزله. بعد ما تنزله هينزل في مدير الملفات، تمام. نيجي الآن بعد ما ننزله نعمل تحديث للكاميرا اللي موجودة معنا، هنعمل تحديث زي هيك. طلع ايش هصير معنا الآن؟ هي الآن هذا جهاز الريدمي نوت 13 برو بلس، ننزل عليه التحديث ونشوف هل بتوافق ولا ما بتوافق. هنعمل فتح، ما بتوافق، ايوه الكاميرا هتسكر، كتب لك الروشتة هذه او كتب لك الكلام هذا، الان الكاميرا بطلت تفتح. العقنا يا بخربنا الاجهزه، ولعت يا معلم الجهاز بطل يفتح كاميرا، ايش نعمل؟ ولا اسهل منها ما في. هتيجي تعمل
ضغطة طويلة زي هيك، معلومات التطبيق والغاء تثبيت التحديثات للكاميرا، والكاميرا الآن هتفتح معك 100%. لو جينا فتحنا الكاميرا خلاص الأمر، الكاميرا فتحت وتمام التمام 100%. ولكن أنا بدي التحديث اللي كان موجود عندي، أنا عملت إكسبورت قبل شوي صح؟ هنيجي الآن عمود الملفات نأخده، هيو اللي عملنا الإكسبورت هيو. فنيجي هنا نضغط هيك نقول له أداة تثبيت الحزم، تحديث الكاميرا السابقة اللي كانت عندنا، وبهيك أنت حصلت على التحديث اللي كان عندك سابق وجربت التحديثات ما توافقش معك، جات للسابق توافق معك، هيو توافق معك. فهينا نيجي لما نفتح الآن التحديث هذا اللي كان عندنا سابقا، هيو فتح التحديث اللي كان عندنا سابقا بالرقم هذا اللي موجود على الجهاز 1120 5.1، لكن التحديث اللي أنا نزلته الآن 5.3. يعني شايف قديش في فرق بين التحديثات والتحديثات. هيا أنا نيجي نضغط هيك، هاي معلومات التطبيق، معلومات التطبيق لاحظ هنا 5.3 5.1، يعني هذا التحديث 324 آخره، هذا أحدث تحديث تطبيق كاميرا إصلاحات، وأفضل إشي هيكون عندك إذا طبق معك على جهازك. وهذا ما كان لدينا، ألتقي إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم، سلام.